وصلنا لفقرة الحالات المرضية. الحالة اللي عندنا لإيمان، دي شابة عندها 25 سنة، من 8 سنين أصيبت في حادث، عملت 24 عملية بعد إصابتها بالشلل، ورغم العمليات دي كلها إيمان لسه محتاجة عملية زرع عظم وأوردة في الفخذ، وده الأمل الأخير والوحيد عشان تقدر تمشي وتعيش حياتها زي كل البنات. تكلفة العملية 50,000 جنيه شاملة المصاريف والأجهزة المطلوبة. وعايز أقول لكم إن الجميع ممكن يشارك ويساعدها إنها ترجع تعمل عملية وتمشي، وإحنا في أيام جميلة، كل سنة وأنتوا طيبين. يعني شهر ذي الحجة إن شاء الله بعد، يعني هو إحنا بنعيشين فيه وفي أيامه الجميلة، ودخلين خلاص على يعني موسم جميل، يعني وقفة عرفات كمان كم يوم والعيد الكبير. أرجوكم ما تحرموش نفسكم إنكم أنتوا تعملوا الخير، وإن شاء الله بإذن الله تقدر ترجع تاني إيمان وتمشي على رجليها. نشوف القصة الإيمانية. هنصلي من يوم 29/8/2008 حادثة عربية، كنا بنعدي الطريق وأختي توفت، وبعد كده أنا دخلت مستشفى المبرر المعادي، كسر في الحوض وشرخ في الحوض وكسر في الفخ. عملت العمليات بعد 15 يوم وانا محجوزة، بعد ما طلعت حصل صديد وكروب ورجلي ورمت، رجعت دخلت مستشفى تانية حجزوني فيها، شالوهم وعملوا عمليات تنظيف وعملوا لي ظروف خارجي، العظمة لمت، وبعد كده للأسف انها لمت غلط، كسروها تاني وعملوا لي برضو ظروف تاني، بس كانت للأسف يعني برضو ظروف المسامير بتاعته تتقطم، التهابات جامدة كده، فما كانش يجيب معايا نتيجة. عملت أكتر من 4 مرات بعدها، فقالوا لي مالكيش حل غير عملية زرع عظم، يعني هياخدوا العظمة بشرايين والأوردة بتاعتها هيزرعوها في الرجل دي، ويقولوا لي الأدوية والحاجات اللي هتتكلف وكده 50,000 جنيه. متحركش خالص، مقدرش أسند عليها أصلا، مفيش حركة عليها خالص، لأن هي واقفة مثبتة بجهاز، مالناش دخل غير إن أنا ليها معاش 300 جنيه بس. من ساعة الحادثة لحد النهاردة عملت لها 23 عملية، والعملية 24 اللي هي في أسيوط حاليا بنعملها، عملنا أول مرحلة منها، بنركبوا لها جهاز التوسيع مع التنظيف واستعداد لعملية الزرع، ومفروض إن أنا أسافر عشان أعمل الزرع. أنا في السفر الأولاني صرفت أكتر من 20,000 جنيه على الجهاز اللي ركب على رجليها وعلى الأدوية والعلاج والحاجات اللي بتستهلك، وانا ما عنديش حد يساعدني، وهي ملهاش اي حد، والدها متوفي، وانا ما عنديش استطاعه ماديه ان انا اعمل لها اي حاجه ولا عندي مقدر، وهي كل دخلنا معاش ضمان 323 جنيه، هو ده كل دخلنا، وانا ما بعتش حيلتي حاجه ان انا ابيعها علشان اصرف على العلاج. انا بعت كل حاجه، حتى البيت اللي كنا قاعدين فيه دلوقتي قاعدين في اوضه في شقه، مش قادرين حتى ندفع ايجارها، وما عنديش حد يساعدني. فانا كل اللي انا نفسي فيه ومش عايزه اكتر من كده من الدنيا ان انا اشوف بنتي تمشي على رجليها، اشوفها تعمل عمليتها وتمشي على رجليها. المفروض ان احنا نسافر عشان نعمل المرحله الثانيه من العمليه، بس محتاجين فلوس عشان نسافر، عشان الجهاز اللي هيركب لها بعد التركيب، بعد زرع العظم وشرايين عشان يثبتوا بيه، ومحتاجه علاج ومحتاجه ادويه ومحتاجه مصاريف تحولها 50,000 جنيه لمده سنه، وانا ما عنديش اي استطاعه ان انا اعمل لها اي حاجه. طمعنا في ربنا سبحانه وتعالى ان حد يساعدها عشان تمشي على رجليها وتعيش حياتها، بس مش عايزه اكتر من كده. انا كل املي في الدنيا ان هي تمشي، اشوفها تمشي، بس مش عايزه غير كده. وأخيرا دعاء المصريين للحكومة الجديدة. اللهم لا تجعلهم كأسلافهم في الحكومة السابقة، اللهم املأ قلوبهم بالرحمة وأنر أبصارهم ليروا المشاكل، وابعدهم عن الفشر والكذب، اللهم لا تصيبهم بداء كله تمام، ولا تبتليهم بحب الظهور في الإعلام، واجعلهم في أعمالهم مخلصين، واقطع ألسنتهم عن التصريحات الوردية. قولوا أمين أمين أمين.
تصبحوا على ألف خير.